أقام الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين احتفالا بمناسبة فوز سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 160 كيلومتر بمشاركة 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم، والتي أقيمت مؤخرا في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وبهذه المناسبة رفع سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي قائد الفريق الملكي للقدرة كأس هذه البطولة العالمية وتحقيقه لقب بطل العالم في سباقات القدرة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، مقرونة بخالص التهاني وأطيب بالتبريكات لجلالته أيده الله، حيث أن لمتابعة جلالته الدائمة كان الدافع الأكبر في الثبات على العزيمة والإصرار لتحقيق النصر والظفر بلقب البطولات في مختلف المنافسات الرياضية. وبمناسبة فوز سموه بلقب بطل العالم في سباقات القدرة قام اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي برفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسموه نيابة عن كافة منسوبي الحرس الملكي على هذا الإنجاز البطولي المشرف. كما حضر الاحتفال كبار الضباط وضباط الصف وأفراد الحرس الملكي الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بهذا الفوز التاريخي والعالمي، حيث يمثل هذا الفوز الذي حققه سموه إضافة لامعة في رصيد الرياضة البحرينية خاصة في رياضة الفروسية وسباقات القدرة، وذلك لما يحظى به هذا الموروث الأصيل من دعم سخي ورعاية واهتمام مباشر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي كانت رافدا لبث روح العزيمة والإصرار وتخطي كافة مراحل السباق واجتياز المراحل الصعبة، مما مكن سموه تحقيق هذا الإنجاز العالمي ورفع راية واسم مملكة البحرين في جميع المحافل الرياضية العالمية. وفي الختام شكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كافة منسوبي الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين على مشاعرهم الطيبة، حيث يعتبر سموه فوزه هو فوز للبحرين وللعرب أجمع. شرفني اليوم أكون وسطكم واحتفل هذا الفوز معاكم، ولكن الحقيقة زيارتي لكم اليوم مو بشرحا للبطولة، ولا أشرح لكم عن السباق، ولا أشرح لكم عن تفاصيله، واليوم بعد تستقبلوني هذا الاستقبال الحار كبطل عالم مرة ثانية في رياضة محترفة كمان، وأنا دائما أصر في كل المناسبتين سواء كانت رياضية ولا كانت وطنية ولا كانت عسكرية، أني أكون مع هذا الجمع الكبير اللي أنا فعلاً أفتخر فيه أني ألبس لبسكم وألبس رائحتكم وعشت وربيت في هذه المحدة معاكم. في ناس أنا ربيت معاها وفي ناس أنا أعتبر نفسي ربيتهم. إحنا قضينا سنين تقريباً الآن نص عمرنا في خدمة البلد، خدمة سيدي جلالة الملك، وخدمة الدين وعروبة هذه المنطقة في سبيل الله. فاليوم يا جماعة هو مو بشرح ولا هو تباهي بالانتصار اللي أنا قمت به اليوم أبداً، ولكن أبي أبين لكم أني أنتم يا إخواني أول الناس اللي أنصاهم واحتفل معاهم مع قادتكم ومعاكم أنتم شخصياً، لأن هذه الوحدة وحدة رجال، وحدة أبلت بلاء حسن سواء في السر ولا في العلم الطيب داخل خارج المملكة ولا في الحرب ولا في تدريعون مثل جماعتنا اللي وصلوا
من سواعد الغيط. اليوم الحرس الملكي حرس للمملكة، حرس للملك، حرس للدين، حرس لشهامتنا، حرس لعروبتنا، وحرس لسمعتنا، وهذا الأهم. اليوم نحافظ على سمعتنا ونحافظ على علم بلادنا اللي على كتف واحد واحد منكم. هذه الأمانة نصونها ونسلمها لعيالنا، وأمانة في رقابكم منكم إن عيالكم يكون هذه التربية، ووصيكم بهذه التربية، ونوصي عيالكم يربون عيالهم، وكما نوصي الكل نواصل هذا الجهد، نواصل هذا الروح، وأشكركم من البحرين لكم الخير. أنتم الرجال بهذه الوحدة معاش كفيتوا ووفيتوا، أنجزتوا، عرفتوا، استشهدوا شهدائنا من الحرس الملكي وأنجزوا رياضينا وفعلوا فعل يفوق توقعاتكم من رجال ومن نساء الحرس، لأني اليوم واثق امامكم، واثق في هذه الوحده، واثق في هذه الروح اللي احنا بنيناها. لان اليوم احنا يا حرس هذه المملكه احنا سد النديم لكل الصعوبات. اثبتت بوقت السر ندوب البطولات، ندوب المنافسات، نتدمر، نفوز، نمالي الناس، نربيهم قوتنا، نربيهم شجاعتنا، واحنا في نفس الوقت هذا كله يجي من اجل اليوم الكبير، اليوم الكبير اللي احنا ننتظره ونشاور. ما دام هذا جهدنا في سلمنا، ابشركم ان الحرب في عند باب بيتنا بتقضي. لان اذا عدوك اليوم شاف هذا فعلك وشاف هذه روحك وشاف هذا انجازك في وقت السر، فيدري انك انت في وقت الحرب ضرب عشره. وانا متاكد اليوم ومطمن اليوم وابشركم واثق ثقه تامه في نوعكم انتم ومعدنكم انتم. اتكلم اليوم يا جماعه من ثقه، اتكلم اليوم من افتخار واعتزاز اني واحد منكم، اني معاكم، ان احنا نرضى ونسجل في رصيد هذه الوحده هذه الانجازات. انا هذا مو قسمي، هذا اليوم باسمكم انتم. ابيكم اذا طلعتوا ايانا وياكم تقولون تنادوني باسمي روحي وتخصوني كاني كشخص بروحي. قولوا هذا اخونا اللي من الحرس الملكي قام بهذا الواجب وقام بهذا الاجراء. لان انا مثل الشيء اذا لقيت اسم صافع في حياتكم المدنيه، سواء كان في انجاز علمي، ديني، رياضي، اجتماعي او في الحرب، دائما اول شيء اقوله والله ان الحرس الملكي عظيم، فيه فلان وفيه فلان وفيه فلان. هذا الفريق اللي شارك وفاز هناك من الحرس الملكي، هذا الشخص اللي تسلق ووصل من الحرس الملكي، هذا الشخص اللي بادر وساعد من الحرس الملكي. خلوا هذه الروح تكون فينا، خلوا هذا البيت يكون واحد منا وفينا، خلونا احنا كأسرة واحدة في هذا البيت المتوحد نكون لبعض، نكون سند لبعض. وياكم تنسون اللي ما عرف أو تنسون الصعوبات اللي احنا نمر فيها. لكن في نهاية الأمر احنا نوعية من البشر في الصعوبات. واحنا نوعية من البشر نفزع للواحد والآخر. فلفتوا بينكم بين بعض.
يشوف اليمينك واليسارك واليمامك واللي خلفك، ولازم تفتخر فيه وتعتبره اخوك مثل ما فعلا تعتبر اخوك اللي من همك وابوك. ترى هذا هو مثلنا المسلمين اليوم، احنا اخوان بالسلاح واخوان بالدم، انتشارك الفرح وانتشارك الحزن سوا. ما ابي اطيل عليك، لكن انت اليوم ابي اكمل فرحتي انا شخصيا ان بشوفكم وان اقول لكم ان هذا فوز، لان هذا الفوز يمثلكم ويمثلني كحارس ملك. خلاص اذا انا اعطيك هذا الانطباع للعالم كشخص من الحرس الملكي يقربوا بهذا كله، انتم تقدرون تقومون بالمثل وازيد. انتم قمتوا بالمثل وازيد، انتم اعطيتونا افضل انواع التضحيات للبلد. ما نقدر نقارن هذه التضحيه باي شيء يناب. وعندي رساله لكم من سيدي جلاله الملك القائد الاعلى للقوات المسلحه الله يطول بعمره، يقول سلمي على عيالي، سلم عليهم سلاما كثيرا، ودائما يستخدم كلمه الابطال. لذلك احنا اليوم مجتمعين في مركز الابطال، ما يشوفكم الا ابطال ولا يتطمن الا اذا شاف معنويتكم. ترى اليوم معنويتكم ووقفتكم وصمرتكم وشجاعتكم واندفاعكم هو اللي يعكس على قيادتنا، هو اللي بيعطي المعنويه والتقدم للامان للقياده. فخلونا نروي العالم ملكنا، خلونا نروي العالم ملك حرس الملك، خلونا نروي العالم اكبر عائله في وحده العالم. وانا اعرف ان اخواتكم واخواتكم الباقيين موجودين في الخدمه وفي المضيفه. وقت اللي احنا هني نفرح عندنا اخوان من الحرس الملكي يقومون بالواجب الديني والوطني ويجاهدون داخل وخارج المملكه. فانا اليوم واجبي احييكم انتم على هذا الاداء. انا واجبي اليوم اللي ادي لكم التحيه. انا اليوم واجبي اني افتخر اكون منكم وفي وان شاء الله قولوا امين. الله لا يفرجنا منكم. الله يرحمكم.